يسعد أوقاتكم. بتتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي بيمتد بطبقات الجو العليا. الجو بيكون متقلب بين الصحو والغائم جزئيا وسديمي فوق المناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة بتميل للانخفاض لتصبح أدنى من معدلها بحوالي 3 إلى 5 درجات، وبتبقى الفرصة مهيئة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من سوريا. أما الرياح بتكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج. بنختم جولتنا ومنشوف درجات الحرارة وشو سجلت لليوم ضمن المدن والمحافظات السورية. النشرة الجوية خلصت، بتمنى لكم بقية نهار مميز.